حابين نعرف من حضرتك استاذ محمد، لو عملنا كده بانوراما كده سريعه، اكثر المستلزمات الانسانيه الاغاثيه اللي تصدرت تلك القوافل التي لا تنقطع الى قطاع غزه. مصر قايمه من اليوم الاول بجسر بري متواصل من المساعدات لضمان ان يكون هناك ما يمكن ان يساعد هؤلاء المدنيين داخل القطاع في مواجهه هذه الاعتداء الغاشم اللي احنا شايفينه زي ما حضرتك بتتكلم عن استمرار تقديم المساعدات. ولكن في ظل حاله التعنت اللي موجوده من الجانب الاخر للاسف المتطوعين وجهود الدوله المصريه بتواجه مجموعه كبيره من التحديات والعوائق، يكفي ان نخلي برضو المشاهد معانا متابع ما يحدث في العمليه. حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم عن مجرد النفاذ من معبر رفح البري من الجانب المصري، هناك اكثر من 50 كيلومتر صاح الشاحنات المصريه من اجل التوجه لمنفذ العوجه للتفتيش من الجانب الاخر. ايضا هناك التعنت وفقا لاتفاقيه المعابر، واللي محتاجين برضو المواطن والجميع المتابعين يبقوا عارفين ان مصر ليست طرف صحيح في اتفاقيه المعابر التي تم التوقيع عليها من السلطه الفلسطينيه و سلطات الاحتلال الاسرائيلي والطرف الثالث وهو المبعوث الامريكي او الاتحاد الاوروبي طبقا للوضع الراهن. فانت بتتكلم عن ما هو خارج حدود الدوله المصريه. انا اخري المساعدات تدخل من عندي تروح 50 كيلو تقعد تفتش، اجراءات طويله جدا من سلطات الاحتلال تمنع استمرار نفاذ المساعدات بالشكل المطلوب. يعني من يوم الاول الدوله التي تقدم المساعدات اللي هي الدوله المصريه بتطالب العالم بالضغط على سلطات الاحتلال لسرعه ادخال المساعدات. كان عندنا توقف بشكل كامل لادخال الوقود حتى ثلاث او اربع ايام من النهارده. عقد هذه الضغوط تم السماح بنفاذ الوقود ليس لاهل القطاع ولكن لمساعده الاونروا، لانها هيئه الاغاثه المعتمده في قطاع غزه من اجل مساعدة 690 ألف نازح موجودين في أكثر من 150 مركز من مراكز الأونروا. عايزين برضو نأكد على نقطة ومعلومة الناس محتاجة تعرفها، أن المساعدات التي تدخل من الدولة المصرية لا يتم تسليمها إلا لجهتين، فهم الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الأونروا، حتى نضمن أنه لا يتم التشكيك في من يستلم المساعدات داخل القطاع. للأسف في حالة من هنقول حالة من الاستهداف لجهود الدولة المصرية، خاصة من بعض الدول اللي للأسف بتستخدم منصات التواصل الاجتماعي في عدم إيضاح الرؤية بشكل كامل بعض المطالبات لمصر بفتح المعبر، في حين أن المعبر أي حد موجود في أي لحظة من اللحظات ووكالات الأنباء العالمية موجودة تؤكد على أن المعبر شباب على العالم لضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول المساحات. لا يجب ان ننسى ان هناك من الشباب من رابطه في حمله مرابطون حتى الاغاثه امام المعبر. طيب دي برضه نقطه مهمه الناس محتاجه طبعا بكل تاكيد وتعرف ان الجسر المتواصل هو بالفعل يثبت ان المصريين عمل بشر في زمن عزل فيه الشر.